انت فيك شي خربان؟ معقولة؟ انا فيني شي خربان؟ ايه وشو هو؟ ميزانك الاخلاقي خربان سيد اسلام. اوف والله فزعتني دكتور، فكرت مخي الخربان. اذا حصل خلل بالمخ تختل كل الموازين، وهيك اختل الميزان الاخلاقي تبعك. كيف يعني؟ يعني فقدت الحس الاخلاقي، وصرت تشوف بالشر والخطيئة اخلاقيات وتحللها تحت غير مسميات. شه، ممكن توضح اكثر دكتور؟ طبعا راح وضح لك. نظريا حضرتك تعترف انه القتل خطيئة، مش هيك؟ القتل حرام ومن كبائر الذنوب دكتور، لا تقتلوا النفس التي خلق الله إلا بالحق. بالضبط، هون المشكلة. انت تمنع الشيء ولكن بتمارسه ضمن دائرة اسمها القتل بالحق، يعني بتلتف وتحتال على التحريم. إيه والله ما عم بفهم قصدك دكتور. عم تفهم قصدي بس عم تستهبل. راح فهمك. القتل عندك محرم، ولكن بنفس الوقت بتمارسه تحت مسميات تانية مثل الجهاد والقتل بالحق. بالجهاد ما بنقتل إلا الكفار المحاربين. وكل واحد بيدافع عن بلده وعيلته وعرضه وماله ضد الغزوات تبعك بتقتله. إيه علينا دفاعا عن النفس دكتور. لا، دفاعا عن نزواتك وشهواتك. يعني الناس لازم تفتح لك أبوابها حتى تعتدي عليها. طيب، وشو في خلل غيره؟ والزنا محرم، ولكنك حللته بملك اليمين وزواج المتعة. السرقة سميتها غزو، النفاق سميته تقية، الكذب صار اسمه معاريض، وهكذا. لا إله إلا الله، أنا دكتور؟ ايه نعم، حضرتك بتحاول تحتال على الله والناس وبتمثل دور التقي، يعني مثل الحرباية بالوش مراية وبالقفص رماية. هلا هيك بتفكر فيني دكتور؟ إيه والله عم تكسر لي مشاعري. الله يداوي مشاعرك سيد اسلام، انا طبيب ولازم صارحك بحالتك. طيب وشو بالنسبة للصلوات والأصوام وأعمال الخير تبعي؟ هاي كلها نفاق وخلل أخلاقي؟ شو بتفيد اصوامك وصلواتك المجتمع؟ ولا شي. وعم تعملها حتى تنال جزاء من الله، كأنك عم تحاول ترشي الله. استغفر الله العظيم على الشغلة. وشو بالنسبة لعمل الخير؟ عمل الخير تبعك بيخدم الإسلام وأخوانك في الدين فقط، مش المجتمع والإنسانية. الغير مسلمين ما بينتفعوا منك، وكل هالأعمال تبعك عم تعملها بشان يكون لك رصيد بالجنة. هاد نفاق سيد إسلام. إيه علينا، والله تقلت العيار كتير اليوم دكتور. أنا بشوف إنه الخلل في التشخيص تبعك مو بالميزان تبعي. يلا بخاطرك.